وصلنا لفقرتنا الأخيرة برحلتنا الصباحية لليوم. وسلمى، السنوات الماضية وفي كل الظروف الصعبة كان للعمل التطوعي جزء كبير على الأرض في بناء المجتمع إلى جانب المجتمع المحلي، كان دايما موجود. عم نشوف فرق شبابية داعمة في كل الأوقات وكل الظروف، حتى في ظل ظروف جائحة كورونا كان الشباب السوري دائما يهدف إلى العمل الإنساني. أكيد نور، اليوم رح نحكي مثل ما قلنا ببداية صباحنا لليوم، قطعة منك تعمل فرق، هو العنوان لفعالية أقامها شباب تطوعي ضمن فريق عطاء التطوعي اللي عودنا دائما يكون موجود بالساحة السورية وبأغلب المحافظات والنشاطات الإنسانية والاجتماعية. طبعا هي المبادرة ما كانت بس بدمشق ولكن أيضا بمحافظات تانية. رح نتعرف أكثر على قطعة منك بتعمل فرق مع ضيوفنا لليوم هاني العسلي، هو مدير ومؤسس طبعا الفريق، ومعنا أيضا مايا مقصوصه وهي مسؤوله فعاليه قطعه منك تعمل فرق. اهلا وسهلا، صباح الخير فيكي. يسعد صباحكم. بالبدايه قبل ما نحكي عن هي المبادره سيد هاني، خلينا نحكي عن فريق عطاء تطوعي. عم نشوف دائما فرق تطوعيه موجوده على الارض، واستضفناكم واستضفنا كثير من الشباب. قديش مهم يمكن اليوم العمل الانساني والهدف الانساني لفريقكم، وخلينا نحكي عنه شوي. فريق عطاء تطوعي تاسس ب 2016 بدمشق، بصرنا سنتين بحماص وسنة بمصياف بحما. نحن بنستهدف ميزة فريق عطاء تطوعي عن عدة منقول فرق أو جمعيات أو مؤسسات، إنه نحن بنستهدف المجتمع كلياته بكل فئاته. استهدفنا مسنين، استهدفنا ذوي احتياجات خاصة، أطفال أيتام، حتى حملات توعية كانت عبارة عن سرطان الثدي الماراثون، بالإضافة إلى آخر شيء كانت هي حملات من إلا إغاثة، توزيع سلال غذائية، بالإضافة إلى حملات برمضان. فنحن ما عندنا فئة مستهدفة واحدة، كانت فريق عطاء تطوعي ميزته إنه بيستهدف عندنا فريقنا هو بيضمن عائلة واحدة، يعني بنقول له من شباب بالعمر 16 سنة لنقول 45 سنة 50 سنة. هذا الحلو المميز اللي بنشوفه دائما بعطاء. واليوم معنا احد افراد اسره عطاء، اذا فيني اقول مايا، عارفين اكثر عن قطع منك بتعمل الفرق وكيف اشتغلتوا عليها اكيد كفريق والهدف منها. تمام. هلا اول شغله هي اجت الفكره، بما انه هلا جايه دنيا شتاء وفصل شتاء وبرد وكذا، فنحن حبينا نأمن مثل مستلزمات الشتويه للعائلات المحتاجه. فنحن بلشنا اول شيء بمرحله جمع الثياب. نحن اول شيء بلشنا بين بعض، بين اعضاء فريق عطاء التطوعي، لمينا من بعض كم قطعه، بعدين حبينا نحن نتوسع اكثر، فنزلنا بوستات على الفيسبوك وعلى الانستغرام مع رقم اي حدا بيحب يتبرع بيتصل عليهم. وبالاضافه انه نحن توجهنا للمدارس كمان، لمينا تبرعات من طلاب المدارس. هلا هي كانت اول مرحله. المرحله الثانيه اللي نحن حنفوت فيها ان شاء الله الاسبوع الجاي هي مرحله فرز الثياب والضب، وبعدين الجمع، بعدين التوزيع. هلا بالفرز والضب نحن حابين نفرز الثياب للاعمار، يعني من الاعمار الاطفال مثلا للكبار، نساء رجال اطفال هيك، فنحن حنفرزهم هيك، وبعدين مشان نقدر نحن توزعهم بالطريقه الصحيحه. نوزعهم بالطريقه الاحسن. هلا بالنسبه للتوزيع نحن حسب الكميه اللي رح تجينا، فنحن حابين نتوجه لمناطق ريف دمشق اكثر شيء، وحسب الكميه اللي حتجينا نحن في عندنا فكره انه نحن نفتح مثل سوق خيري. كل شيء نحن اغراض اجتنا بنفردهم بغرف فرضان، وكل حدا يعني هن بيصيروا العالم من دقلهم بيجوا لعنا بينقوا القطع اللي هن بحبوها لافراد عيلتهم. يعني حلو. طيب سيد هاني، يمكن الجميل بهي المبادره لانه احنا بنعرف الضغوطات الحياتيه والماديه والاقتصاديه انه ما في تبرع مصاري، يعني فيك اي شيء عندك بالبيت، قطعه ثياب زايده ما بدك اياها فيك تتبرع فيها، ومن خلال مثل ما قلت الاعلانات اللي قمتوا فيها على السوشيال ميديا. خلينا نحكي عن تفاعل الناس، كيف معكم، كيف كان التواصل، كيف كانت رده فعل؟ هلا مثل ما ذكرنا اول شيء انه هي كانت على نطاق شخصي بين بعض، بين العائله، بين كل واحد وعائلته، مشان نقدر نجمع اقصى ما يمكن. وقت قررنا انه تكبر الفكره وتصير اكبر، حطينا بوستات على فيسبوك، صار يجينا اتصالات، صار في تفاعلات كبير، صار نحن متفقين نحن الفريق انه كل واحد وين ساكن بمنطقه معينه هو بيستلم، بيصير مركز، بيصير يعني هو بينزل بسناوي، ما بنعذب الشخص ينزل لعنا، فهو بيجي لعنا، نحن بنجي لعنده يعني.
بالاضافه اخر شيء كانت هي مثل ما عم تقول مايا انه نحن رحنا دقينا باب المدارس مثل المدرسه الوطنيه وكنوز المعرفه. هن بتعاون من الاداره مشكورين طبعا انه هن ساعدونا بجهد كبير، لمينا الاواعي وهلا جاهزين عم بدنا نفرز مشان نوزع. ان شاء الله يا رب هذا العطاء ما يوقف ابدا، وهذا اساس العمل اللي انتم عم تقوموا فيه. خلينا نحكي كمان اليوم عن الفكره، هي ممكن تشمل محافظات ثانيه، فكرتوا بهذا الموضوع وخصوصا انتم هلا وصلتم لحمص ومصياف مثل ما قال هاني قبل شوي. هلا نحن هي الفكره هي مثل ما قلنا نحن طبقت قبل بحمص مرتين، فنحن هي اول مره عم تطبق بالشام، فنحن بدنا نشوف يعني الاقبال عليها وهيك، بعدين نحن ان شاء الله بننقلها لمحافظات ثانيه كمان مثل الصياف. خلينا نحكي معك سيد هاني، نحن عم نودع سنه 2021 وبدنا نستقبل 2022، فعاليات من بداية العام لنهايته مستمرين فيها وعم تقوموا فيها، خلينا نحكي شو اللي قدرتوا تحققوا خلال هاي السنة وشو الأهداف والطموحات عم تقولوا مثلا أنا السنة الجاية مثل كل سنة بنحط أهداف نقول لا بدنا نعمل فعاليات تشمل المحافظات السورية أكثر، بدنا نحاول نوصل لأكبر شريحة من الناس، بدنا نحاول نزيد نشاطاتنا. هلأ طبعا كإدارة فريق انا والدكتوره رمز رئيس في نوايا الحسن الطفوله بنتشكرها كثير. طبعا ما بنتمنى دائما انه نكون بكل المحافظات، بنتمنى نكون بحلب باللاذقيه بطرطوس بكل المحافظات السوريه ان شاء الله يا رب، وان شاء الله نقدر نساوي فرق تطوعيه هنيك ويكون في عندنا فرق بمحافظات ثانيه. هدفنا دائما بنسعى لاكبر فئه مستهدفه، مثل هلا مثلا مثال انت بتحكي اخر السنه في عندنا فعاليه دائما هي معتاده، هي فعاليه نفرح سوا، هي عباره عن شخصيه بابا نويل في الاعياد، فنحن كل سنه بنستهدف عدد معين، فنحن كل سنه بنرفع العدد، بنرفع هدفنا اكثر لنقدر نحن نستهدف اكبر عدد ممكن، لانه نحن اذا نحن استهدفنا هدول الفئه والجمعيات الباقيه استهدفت هدول الفئه بنقدر نحن نسكر كل المجتمع كامل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، واكيد بدنا نقول يعطيكم الف عافيه. نحن من ايام قليله كان طبعا الاحتفال باليوم العالمي للعمل التطوعي، نحن كثير فخورين انه دائما عندنا فرق تطوعيه بسوريا كثير، انتم من هي الفرق اللي كان لها بصمه بكثير من مطارح، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. اكيد بنتمنى لكم التوفيق واعياد مباركة عليكم وعلى جميع أعضاء فريق عطاء التطوعي، إن شاء الله يا رب العام القادم نشوفكم منتشرين على مساحة الوطن أكبر، وشكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.